إعداد قناة شباب نتني، والسلام عليكم. قرر باتريس بوميل المدرب المساعد لهيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني المستقيل من مهامه إنهاء ارتباطه بهذا الأخير بعد إعلان رونار رحيله عن المنتخب الوطني. واتخذ بوميل قراره بدخول عالم التدريب والتخلي عن مهمة مدرب مساعد بعد حصوله على شهادة التدريب التي تخول له قيادة فريق أو منتخب. وستكون المهمة الأولى لبوميل رفقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي الإشراف على تدريب المنتخب الوطني الأولمبي المقبل على مواجهة منتخب مالي برسم التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة. وكانت علاقة بوميل مع رونار قد ساءت منذ نهاية كأس العالم بروسيا حسب مصادر جامعية، وشابه الفتور بعد ذلك إذ بلغ إلى علم المدرب الفرنسي أن مساعديه أبديا استعدادهما للإشراف على تدريب المنتخب الأول في حال قررت الجامعة التخلي عن خدمات رونار، وهو ما أغضبها. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.